السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صغاري الأعزاء، نلتقي مجددا مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات بعنوان تنظيم البيانات وعرضها في جدول. إذن سوف يتمحور درسنا حول تصنيف الأشياء حسب معيار واحد وكذا تنظيم بيانات وعرضها في جدول. وكالعادة نبدأ درسنا بالحساب الذهني. لديكم أول عملية 8 ناقص 8، إذن 8 أنقصنا منها 8، كم سيبقى لنا؟ جيد، 0. الآن العملية الثانية 14 ناقص 10. إذن ماذا نفعل؟ قلنا دائما العدد الأصغر في رأسي وأحسب إلى أن أصل إلى العدد الأكبر. إذن 10 في رأسي وأحسب إلى 14، كم وجدتم؟ أحسنتم، 4. وفي العملية الأخيرة لديكم 10 ناقص 0، كم يساوي؟ إذن 0 في رأسي وأحسب إلى أن أصل إلى 10، كم وجدتم؟ جيد، 10. لأنني لم أنقص شيئا، 0 هو لا شيء، إذن 10 ناقص 0 10، مثل 20 ناقص 0 أيضا 20، 23 ناقص 0 23، إذن 0 عبارة عن لا شيء. إذن عندما ننقص 0 من عدد ما يبقى العدد كما هو. والآن ننتقل إلى وضعية المقترحة. حصل التلاميذ أحد الأقسام بمستوى الأول في امتحان الرياضيات على النقاط التالية. كما ترون هنا لدينا مجموعة من النقاط حصل عليها تلاميذ المستوى الأول في فرض الرياضيات. لننظم هذه النقاط في جدول ثم لنبحث عن عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة، عدد التلاميذ الذين نالوا أدنى نقطة، والنقطة التي نالها أكبر عدد من التلاميذ. إذن هذه الوضعية التي المقترحة التي سبق أن رأيناها. إذن لننظم هذه المعطيات وهذه البيانات سوف نقوم برسم جدول. هذا الجدول سوف يسهل علينا قراءة هذه المعطيات. إذن لنقوم برسم هذا الجدول، وسوف ننظم في الخانة الأولى النقطة وبعدها عدد الحاصلين عليها. يعني هنا سوف نقوم بوضع النقط المحصل عليها. مثلا لدينا هنا النقط 10 9 8 وايضا 7. اذا سوف نقوم بترتيب هذه النقط من اعلى نقطة الى ادنى نقطة. اذا ما هي اكبر نقطة هنا؟ نعم احسنتم، هي 10. اذا سوف نضع هنا 10 ثم يليها 9 ثم 8 ثم 7. إذن في هذه الخانة سوف نقوم بحساب مجموع التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 10. إذن هنا سوف نحسب عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 10، وهنا سوف نحسب عدد التلاميذ الذين نالوا النقطة 9، وهنا سوف نحسب عدد التلاميذ الذين أخذوا النقطة 8، وهنا أيضا سوف نحسب عدد التلاميذ الذين حصلوا على النقطة 7. من أين سنأتي بهذه المعطيات؟ إذن سوف نقوم باستخراجها من هذه البيانات، أي من الوضعية. سوف نبدأ بالنقطة 10. عدد الحاصل على النقطة 10 سوف نقوم بحساب نقطة 10 من هنا. إذا نبدأ من هنا من اليمين، 1 10 الأولى، 2 3 4 5. إذا لدينا 5 تلاميذ حصلوا على النقطة 10، إذا سوف نضع هنا 5. أحسنتم. الآن سوف نبحث عن عدد التلاميذ الحاصلين على النقطة 9. إذا سوف نبدأ دائما من اليمين، النقطة الأولى هي 9، 2 3 4 5 6. إذن حصلنا على 6 تلاميذ حصلوا على النقطة 9. الآن ننتقل إلى نقطة 8. إذن نبدأ دائما من اليمين،
النقطة الأولى هي 8 2 3 4 إذن 4 تلاميذ حصلوا على النقطة 8 سوف نضع هنا 4 وفي الأخير سوف نحسب عدد التلاميذ الحاصلين على النقطة 7 نبدأ كالعادة من اليمين لا توجد هنا أي 7 هنا 1 النقطة الأولى وهنا النقطة الثانية إذن كم؟ تلميذين حصلا على نقطة 7 والآن لنجيب على هذه الأسئلة لدينا السؤال الأول عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة إذن سوف نستخدم الجدول لاستخراج الجواب إذن عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة إذن أعلى نقطة ما هي أعلى نقطة؟ هل هي 7 8 9 أم 10؟ أحسنتم هي 10 إذن كم عدد التلاميذ الذين حصلوا على 10؟ أحسنتم هي 5 إذن عدد التلاميذ الذين نالوا أعلى نقطة 5 تلاميذ السؤال الثاني عدد التلاميذ الذين نالوا أدنى نقطة ما هي أدنى نقطة لدينا هنا من خلال هذه النقطة لدينا 7 8 9 و 10 أدنى نقطة هي 7 إذن كم عدد التلاميذ الذين حصلوا على 7 جيد هي 2 سوف نضع 2 أمام السؤال والسؤال الثالث النقطة التي نالها أكبر عدد من التلاميذ انتبهوا إذن لدينا النقط 7 8 9 و 10 ما هي النقطة التي نالها أكبر عدد من التلاميذ؟ انظروا جيدا إلى هنا لدينا 5 6 4 و 2 هنا يعني تلميذين أخذا النقطة 7 وهنا 4 تلاميذ أخذوا النقطة 8 وهنا 6 تلاميذ أخذوا النقطة 9 وهنا 5 تلاميذ أخذوا النقطة 10 إذن النقطة التي نالها أكبر عدد من التلاميذ نقطة 9 أحسنتم الآن سوف ننتقل إلى هذه الوضعية سأل الأستاذ بعض التلاميذ القسم عن هوايتهم المفضلة نلاحظ إجابات التلاميذ ثم نملأ الجدول ونكمل إذن هناك من قال المسرح هذه الفتاة قالت هوايتها المفضلة المسرح وهذا الطفل قال هوايته المفضلة الرياضة هذه الفتاة أيضا الرياضة هذا الولد قال الموسيقى هذه البنت المسرح هذا الولد الرسم البنت أيضا قالت المسرح والولد الموسيقى والفتاة هنا هوايتها المفضلة هي المسرح إذن سوف نملأ جدول لدينا هنا الرياضة إذن كم عدد التلاميذ الذين هوايتهم هي الرياضة لنرى هنا إذن لنحسب الرياضة أين هي الرياضة ليست الموسيقى الرياضة نعم هنا الرياضة والرياضة إذن كم من طفل أحسنتم إذن طفلين إذن سوف نضع هنا طفلين 2 الآن سوف نبحث عن عدد التلاميذ الذين هوايتهم هي المسرح إذن لنحسب هنا المسرح 1 2 3 4 إذن سوف نضع تحت المسرح 4 هنا يوجد 4 تلاميذ هوايتهم المفضلة هي المسرح الآن الموسيقى كم عدد التلاميذ الذين هوايتهم المفضلة هي الموسيقى احسبوا لدينا هذا الطفل هوايته هي الموسيقى وأيضا هذا الطفل فقط إذن كم من طفل؟ أحسنتم 2 إذن سوف نضع تحت الموسيقى 2 وفي الأخير الرسم كم وجدتم من طفل هوايته المفضلة الرسم؟ فقط طفل واحد إذن سوف نكتب هنا 1 والآن سوف نجيب على هذا السؤال الهواية التي يمارسها أكبر عدد هي إذن من خلال الجدول ما هي الهواية التي يمارسها أكبر عدد من التلاميذ؟ أحسنتم هي المسرح إذن سوف نكتب هنا المسرح السؤال الذي يليه الهواية التي يمارسها أصغر عدد هي إذن الهواية التي يمارسها الأقلية من هي؟ أحسنتم هي الرسم وبالتالي سوف نكتب هنا الرسم وبهذا نكون قد أتممنا درسنا لليوم ألقاكم إن شاء الله في الدرس المقبل دمتم بخير ومع السلامة